بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض كمامة، بدل ما كل يوم نشتري بقى واحدة وكده، فهنعملها في البيت وهنوفر، وهنعملها برضو بطريقة حلوة وشيك وهتبقى جميلة ونبقى ضامنينها. يعني عندي كده قطعة قماشة تبقى بتمط كده شوية معاكي، وعندي طبق مقاس وسط كده، ولا هو صغير ولا هو كبير، وهقص الدايرة على قد الطبق كده من القماش بالشكل ده كده اهو. قصيت الدايرة على قد الطبق، طبعا الطبق ما يبقاش صغير، هيبقى وسط، ولا الطبق الكبير ولا الطبق الصغير. هقسم كده القماشة بالنص، هطبقها كده على اتنين، وبعد كده هطبقها على اتنين تانيين، هتديني اربع قطع من القماشة بالشكل ده كده. طبقتها على اتنين تانيين كده، عندي اربع قطع. هبدأ افرغ بقى بالمقص القطع دي، هقصهم كلهم وهخلي كل قطعة لوحدها، هقصهم كده بالمقص طبعا بالراحة بقى، عشان وانتي بتقصي ما تطلعش حتة طويلة وحتة قصيرة، تطلع يعني القطعة كلها قد بعضها متساوية جدا، واحدة واحدة كده بالمقص لغاية ما تطلع القطعة معاكي متساوية. واحنا بنقص طبعا كده هننزل نعمل لايك بقى للفيديو، كومنت حلو كده زيكم، ونشير الفيديو مع اصدقائنا عشان نعمل كمامات في البيت بدل ما نشتريها من بره. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان، ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا اللايك بيعلي الفيديو، بيوصله للناس، ما تبخلوش عليا بيه، عشان القناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله، واقدم لكم كل جديد باذن الله. هقص كده الاربع قطع اهو بالطريقه دي، ادي اول قطعتين قصتهم وهم فرغتهم، الاتنين التانيين برضو هقصهم بنفس الطريقه. بالشكل ده كده كده هيبقى عندي اربع قطع من الدايره اللي انا قصتها، اربع قطع متساويين من الدايره اللي انا قصتها. تمام كده. طبعا القماشه لو مكسره او اي حاجه ما تقلقيش، احنا كده بعد كده هنكويها وهتبقى كانك جايباها من بره بالظبط. هاجي بقى كل قطعتين هخيطهم مع بعض، كل اتنين هخيطهم مع بعض من نص الدايره اللي تحت، كل قطعتين كده هحطهم على بعض وهخيطهم من نص الدايره اللي تحت بالشكل. هي بسيطه وسهله ان شاء الله، يعني هتعرفي تنفذيها في البيت على اي لون، يعني عايزه قماشه سودا، عايزه قماشه ملونه، براحتك خالص، اللي موجود عندك اعملي بيه. عايزه تعملي كذا واحده وتخليهم برضو في البيت، مفيش اي مشكله. هجيب بقى خيط اسود وابره، وهبدا بقى اخيط من النص الدايره دي. ايوه هقفل القطعتين من نص الدايره دي. تمام كده. خيطي بقى بالابره، والغرزه تبقى صغيره ما تبقاش كبيره، عشان تبقى الكمامه في الاخر شكلها حلو، يعني ما تبقاش وحشه، وعشان ما تفكش منك. بالطريقه دي كده جينا بنخيط اهو نص دايره. بالشكل ده اهو خيطت كده نص الدايره، والقطعتين التانيين برضو نفس النظام، هخيط برضو نص الدايره دي وهقفلها. طبعا انا لسه ما قفلتش من عند الجناب، انا قفلت بس نص الدايره اللي من تحت دي، ثبتت القطعتين في بعض بالخيط، مش اكتر من كده دلوقتي في اول في المرحله دي. يعني هي طريقتها سهلة ان شاء الله هتعرفي تنفذيها. برضو القطعتين التانيين هعمل نفس النظام. تمام كده خيطتهم الاتنين في بعض، كل قطعتين كده اهم خيطتهم في بعض بالشكل ده. هفتحها بقى كده اهو، اداني ايه، اداني مثلثين كده، زي مثلثين كده مشبوكين في بعض. طبعا هي القماشة عشان بتمط معايا هي مش عايزة تفرد، فهتديكي يعني ايه مساحة حلوة برضو كمان خياطة. فطبعا هنحط بقى القطعتين على بعض بالظهر، يعني ظهر القطعة من فوق والظهر التانية من تحت، والوشين على بعض. يبقى هخيط بقى الجناب دي كلها، وهسيب الحتة اللي فوق دي مفتوحة،
الحته الصغيره دي بس هسيبها مفتوحه مش هخيطها، وهخيط باقي الجوانب كلها في بعض، بس يعني اتاكد ان القماشه على المقلوب، يعني على الحته المقلوبه، الوش من جوه والظهر من بره. تمام، هخيطهم كده كلهم، وسبت حته بس هي اللي مفتوحه اهي عشان اقلب منها بقى القماشه على الوش. الحته المفتوحه الصغننه دي قلبت منها القماشه كده على وشها، بقى ظهر القماشه من جوه والوش من بره اهو، لما قلبتها من الحته المفتوحه الصغننه. يبقى انا قلب يعني انا خيطت من كل الجناب وسبت حته بس صغيره عشان اقلب منها القماشه. تمام كده، اهي قلبتها اهو بالظبط كده، هتبقى عندي كده القماشه كده بالشكل ده اهو. والحته بقى المفتوحه اللي من فوق دي هبدا اخيطها بالخيط، اقفلها، هي حته صغيره خالص فمش هتبان طبعا. ابداي بقى افرديها كده كويس عشان تبقى مظبوطه معاكي، والحته الصغيره دي افرديها بالخيط، هي حته صغننه مش هتبان، يعني لما تقفليها يعني من بره مش هتبان، ما تقلقيش. بالشكل ده كده قفلتها اهو، هي فكرتها سهله وبسيطه، تقدري تعملي بقى كذا واحده في البيت وتخليها عندك لولادك وليكي. عايزه تعملي مع كل حجاب واحده مفيش مشكله، مع كل حجاب لون، براحتك بقى خالص يعني. قفلت اهو الحته المقفوله دي بالخيط كده كويس. تمام، بقى عندي ايه الكمامه بالشكل ده. تمام كده، في المرحله دي بقى ممكن تكويها، يعني في المرحله دي ممكن تكوي، تدوسي عليها بمسخن المكوى وتكويها عشان تفرد معاكي كده وتبقى مظبوطه، وما تبقاش حته ايه مش مظبوطه وحته لا. هاجي بقى من الحرفين دول هتنيها كده تانية صغيرة عشان ادخل منها الاستيك او الشريط اللي عندك او اي حاجة بقى عايزة ايه تعمليها بيها. هتني كده الطرف، وطبعا من جوه الطرف من جوه مفتوح، انا هتنيه بس كده وهخيط من الحرف بس من بره، بحيث ان انا هدخل فيها الشريط او الاستيك اللي هعمل بيه الكمامة. طبعا كلنا بنعرف نخيط على ايدينا، يعني هي مش صعبه يعني، وما خدتش 5 دقايق معاكي يعني. برضو من الطرف التاني نفس النظام هخيط برضو ايه من الناحيه دي، برضو هتنيها كده تانية بسيطه. عندك بقى استك اسود، خيط مثلا تخين شويه كده يبقى اسود، رباط، ده كان رباط، انا رباط بتاع كابوتشو كده وانا قصيت الطرف بتاعه، يعني اي حاجة بقى موجودة عندك في البيت ممكن تعمليها. عايزة بقى تربطيها كده عشان تحطيها على ودانك مفيش مشكلة، عايزة تسيبيها مفتوحة وتربطيها فوق الطرحة لما تلبسي الطرحة بتاعتك تربطيها كده من ورا برضو مفيش مشكلة، براحتك خالص بقى، النظام اللي يريحك هتعمليه في الكمام. انا ربطتها اهي بحيث ان تتحط على الودان، فانت لو مش عايزاها تتحط على الودان هتسيبي الرباط مفتوح، ولما تيجي تنزلي هتربسيها فوق الحجاب بتاعك وتربطيها من ورا، هتربطيها من ورا فوق الحجاب لو انت مش عايزه تدخليها ايه جوه الحجاب كده على ودان. فكرتها سهله وبسيطه، وان شاء الله تقدري تنفذيها في البيت وتعملي كام واحده ليكي وللاولاد بدل ما تشتري من بره، وفرت عليكي وهتوفري على نفسك. طبعا الكمامه بقت اسلوب حياه بالنسبه لنا يعني. لو عجبتك الفكرة بقى ما تنسيش الاشتراك واللايك وتسيبي لي كومنت حلو كده جميل زيك. يا رب الفكرة تكون عجبتكم والقناة كلها تكون عجبتكم، وفيديوهاتي اللي بنزلها لكم تعجبكم وتنور رضاكم واكون عند حسن ظنكم. اهي الكمامة اهي بالشكل ده، سهلة وبسيطة خالص، والقماش بيمط معاكي، يعني كل ما القماش كان بيمط كل ما هتبقى احسن وانضف يعني.